ولمناقشة قضية فساد العملية السياسية وترسيخ المحاصصة الطائفية ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من مالمو عضو التحالف الوطني المعارض السيد لبيد الصميدعي. مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا بكم، حياكم الله. سيد لبيد، خطيب الجمعة في النجف اعترف بفشل الأحزاب الحاكمة في العراق قبل أن يرجع ذلك إلى ما وصفه بالحرب النفسية. هل فعلا تعرض شركاء العملية السياسية لحرب نفسية؟ وهل هذا هو السبب في فشلهم كما يقول خطيب النجف؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اسمح لي في البداية أن أتقدم إلى جنابك وإلى أسرة قناة الرافدين الفضائية بأطيب التهاني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. بالنسبة لخطبة الجمعة لهذا اليوم، الخطيب الذي يعبر عن المرجعية، مرجعية النجف، المرجعية تنظر إلى مسألة النجاح والفشل من نافذة البيت الشيعي، فهو طالما أن هناك عدم اتفاق أو هناك تصدع في أحزاب البيت الشيعي فهو لا يعتبر أن هناك نجاحا في العملية السياسية، لأنه هو في خطبة سابقة نفس الخطيب ذكر ودعا جميع أحزاب البيت الشيعي أن تتزاحم وأن لا تترك أي حزب أو أي جهة شيعية خارج الاتفاق أو خارج التوافق على قيادة الحكومة. ثم الشطر الثاني من السؤال الذي يتعلق في أو التعليق الذي يتعلق بالحرب النفسية، أنا أعتقد أن الخطيب يشير إلى احتمال نشوب حراك أو اندلاع حراك جماهيري قوي ضد التشكيل الحكومي الذي يحاول الإطار التنسيقي أن ينجح فيه. وأعتقد أن الإطار التنسيقي يشعر بمخاوف كبيرة من أن التيار الصدري ربما يستطيع أن يحرك مؤيديه، خصوصا أن لديه مؤيدين في مناطق معروفة في بغداد، لا سيما في منطقة حي الصدر وفي منطقة حي الشعلة، وهناك أيضا سخط جماهيري وحقيقة احتقان جماهيري ضد أن يقود الإطار التنسيقي، لأن الإطار التنسيقي يتكون من قيادات ميليشياوية وقيادات نعم. حقيقة سبق أن جربها لكن الشارع سيد لبيد نبقى في نفس النقطة. ما تفضلت به هو أمر مهم، لكن كيف يمكن قراءة إقرار خطيب النجف بفشل شركاء العملية السياسية وأحزابها وتوقيت هذا الإقرار في هذه الأيام؟ أنا أعتقد أن خطيب جمعة النجف الذي يمثل لسان حال المرجعية يتوقع مسبقا أن الإطار يواجه عقبات أو يواجه عقبات جدا كبيرة في تشكيل الحكومة، لأن الإطار بالحقيقة هو يعني لم الأصوات التي حصل عليها الإطار في الانتخابات السابقة لا تؤهله لقيادة تشكيل حكومي، هذا من ناحية. من ناحية أخرى الإطار أيضا يواجه تحديات كبيرة من قبل الأحزاب الكردية، لا سيما الحزب الديمقراطي الكردستاني، ولديه مطالب كبيرة للحزب الديمقراطي الكردستاني، وعلى الإطار أن يقبل أو يقدم تنازلات كبيرة في حال أنه أراد أن يضمن إشراك الحزب الديمقراطي الكردستاني في التشكيلة الحكومية، أو في حالة أنه توافق بين الاتحاد الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستاني على مرشح واحد لرئاسة الجمهورية. فأنا أعتقد خطيب الجمعة يعرف مسبقا أن الإطار يواجه ما يشبه المستحيل في مسألة تشكيل الحكومة، لذلك فهو يستدرك بأن الحالة هي حالة فشل، وهو يريد أن يقول فيما بين السطور بأن عدم توحد البيت الشيعي يعني فشل العملية السياسية، ويحذر من هذا الفشل. نعم. طيب، في السياق الإطار التنسيقي أكد للتيار الصدري بأن مناصبه بالدولة ستحفظ مع تشكيل الحكومة القادمة، إذا كيف يمكن فهم انسحاب التيار الصدري من البرلمان وما توالى من الأحداث بعدها في ظل هذا التصريح؟ يعني هذا عرض بالحقيقة قدمه الإطار التنسيقي للتيار الصدري، ونحن لم نسمع ما هو تعليق التيار الصدري على هذا العرض الذي قدمه، وأنا أتوقع بأن التيار الصدري سيرفض هذا العرض،
وبخلاف ذلك سيقوم بعملية انتحار سياسية وسيتشرذم التيار الصدري، لأن تنازل التيار الصدري عن مقاعده في البرلمان بالحقيقة هو ناتج عن خطة، يعني خطة كامنة لا نعرف كيف سيترجمها في الأيام المقبلة. يعني نحن مقبلون على سبيل المثال صلاة جمعة موحدة بعد العيد، لا ندري إلى أي شيء ستقضي هذه الصلاة. فهناك خطط أيضا لدى التيار الصدري، وأنا لا أعتقد أن التيار الصدري سيقبل بهذا العرض الذي يقدمه الإطار التنسيقي، والإطار التنسيقي ربما وأرجح ذلك يحاول أن يستدرج التيار الصدري إلى هذا الفخ، ويحاول أن بهذه الطريقة أن يحدث انشقاقا في التيار الصدري، من خلال أن ربما بعض قيادات التيار الصدري يقبلون بهذا العرض ويقبلون بالمناصب الحكومية، وهذا يؤدي إلى شرخ في التيار الصدري. أشكرك جزيلا عضو التحالف الوطني المعارض السيد لبيد الصميدعي.